إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، زاري يتمرتاشن كفر يا الله فقد كهنا يبدع سوتشنا مقلج أو تشاتشون النحلة بدعاء عند سو مبتدع هنا سو ويم دغمو بدعاء يمسرا سو يرسم الجلج ويم دغمو بدعاء على يتسمر اهل الاهواء اهل البدع بلن يمنلاچو اكالاتوچ يغارا يهونو مگلچاوچ አላچو انزي يهونو يغارا يهونو مگلچاوچن لمايت نمكرالا اجيك بتام ميگرمو يهونو يمجمريا جهل نو على واقينت محيمنت يمجمريا مگلچاچو لا الله سبحانه وتعالى وان كثيرا لا يضلون بغير علم አብዛኞቻቸው የሚጠሙት በመንደን ነው አለ ባለማወቅ ነው እና ربከ هو اعلم بالمعتدين لذا معتدي هو كفلوتين ጌታ አዋቂ ነው ላሉ شاطبي امام الشاطبي من يلالو ان اهل الاهواء اصاغر في العلم سميታቸውን የሚከተሉ የሆኑ ክፍሎች ነዚ اهل الاهواء اهل البدع بلن يمنላቸው አሉ اصاغر في العلم بعلم لاي በጣም ትንንሾችን ጭጮች ናቸው አሉ ولاجل ذلك صاروا اهل الاهواء ስለዚህም ነው የስሜት ተከታዮች የሆኑት ብለው ይላሉ ابن القيم عند سوك طيقه يعني ምንድነው መቃብር አምላኪዎች ቀብር ሄደው እንዲያመልኩ ሰበብ የሆናቸው ቀብር አምላኪ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ብለህ ከጠየቀህ عند ሰው ምላሹን ስትሰጠው ብለው ይላሉ የመጀመሪያው نبي صلى الله عليه وسلم عندهم ملكتنيوش باتك علي يتلاكبت يهونا وانتكك لن يهونا نقر على ما وقونا ولالو إيه جهل نوم على سنة يمجمّره إيه جهل بتلاي يهونيتا مقلس إتشاله جهل عندنا يعني قرآن إن حديث كال ما وقع يتنسى دكتور محمد يصري المبتدع بتسنيو كتابات شولي بتآمن ميقرمهم قال ألاتشو እነዚህ አህል البدعዎች ቁጭ ብለህ ብታዳምጣቸውና ብታናግራቸው ይላሉ አንዳንዶቹ ሐዲስ ስትነግራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የተቀራ ነገር ይመስላቸዋል አሉ ሌሎችኞቹ ደግሞ ቁርአን ስትቀራላቸው አለይሂ ሰላም ይሉ ሐላሉ ወይም ደግሞ ምን ይላሉ ايه حديث صحيح ضعيف يهن اهناكم يهنن مرغاغط አለብነ متقرالاتشو كو قران እንደዚህ አይነቱ ይላሉ شيخ دكتور محمد يسري እንደዚህ አይነቱ እጅግ በጣም ብዙ درسونال ይላሉ ያልدرسን ደግሞ ብዙ አላሉ ሌላው ማህይብነታቸው የሚረጋግጥበት አላዋቂነታቸው የሚረጋግጥበት መንገድ جهلهم بطريق السلف يسلفوچን መንገድ አለማወቃቸው ابن القيم من يلالو جمعوا بين الجهل بطريق السلف والكذب عليهم يسلفوچን መንገድ አለማወቅና እንደገና እነሱ ላይ መቅጠፍን ሁለቱን አንድ ላይ አድርገው ያዙ ናቸው እነሱ ላይ እነሱ እንደዚህ ተናገሩ ብለው ውሸት እነሱ ላይ ይለጥፋሉ እንደገና ደግሞ ሰለፎች እነማን እንደሆኑ ምን እንደሆኑ ጭራሽ አያውቁ ሌላው جهلهم بمقاصد الشريعه الشريعه مقصد من እንደሆነ ያሰባብላሉ ይክዳሉ ይሄም ሌላው መገለጫ የሆነ ባህሪያቸው እጅግ በጣም የሚያስፈራ የሆነ ባህሪ ነው ይሄ وكذلك جهلهم بالاستدلال دليل አድርገው በሚያመጡበት በሆነ ነገር ላይ እንደገና አያውቁ መህይሞች ናቸው ምንን ለምን دليل እንደሚያደርጉ አያውቁ ساجي بزه لا يتنسى اجيك بتام بتام مياسغرمو يهونو نغروچ تاعله الله سبحانه وتعالى يتطاول يميادرقوت دمبر يميالفوت يهونو باتقالاي كزه لاي بمنسات ليلى ሁለተኛው صفاتچو ሁሉንም የሚያካትታቸው የቢدع ሰዎችን የሚያካብባቸው يهونو አካላቶችን باتقالاي የሚያካብባቸው يهونو ነገር التعصب وغنتኝነት بودنتኝነት بودن تنينت ياماتشوال انجا غرانجا مياز ياماتشوال اكلي اكلي انجا نو اكلي اكلي جروب نو بزي يتتمدو ناتشو ابن القيم رحمه الله عليه بتام متافط نغغر علاچو اعلام له منالو
كان دين الله أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أي من أن يقدح عليه. يدرو صحابوج سيقل رأتشو منالو كان دين الله أجل في صدورهم. يا الله دين لبنا تشولي تلق بوتان برو وأعظم في نفوسهم نفسية تشولي الجقبت أم كفتن يا بوتان برو من أن يقدح عليه. يا الله دين لي تجد كم يقربت برأي والتعصب لو قنت النت ودا أن دادلو تدرقو تجد كم يقربت ويم دقمو بج انقلات كم يفلاسفو بيت بت آمي تتبقو ناتشو. أهل الأهواء سميت حتشون يمت الله تشو قبات شون يمت الله تشو إنجي الله سبحانه وتعالى اندزيها له نبي صلى الله عليه وسلم اندزيها له لأن سودن تاتشو أدلا من ما يمسلاتشو دن تابي سوچ ناتشو أميان ماتشو نقر يلم قرآن اندزيه على أقباب دليل هذا الركوت على أقباب فسركوت من ما يمسلاتشو لأنه جاهل من ما يقو يهونو جاهلوچ ناتشو. በዚህ ሰበብ ታዲያ እጅግ በጣም በጣም የሚያሳዝኑ ትልልቅ የሆኑ ስህተቶች ተሰርተዋል። እጅግ በጣም ከባድ የሆኑ ከፍተኛ የሆኑ ዲናቸውን እነሱ ያሉበትን መንገድ ለመጠበቅ ብለው ከተዓሱብ ከወገንተኝነት አንጻር በጣም የሆነ ከባድ የሆነ ስህተቶችን ተሰርተዋል። በዚህ በወገንተኝነት ደረጃ በውሸት በቅጥፈት ደረጃ ደግሞ ሽዓን የሚያክላቸውም የለም ይላሉ ኢብኑ القيم እና ኢብኑ ተይሚያ رحمه الله عليه. ኢብኑ القيم ምን ይላሉ? በጣም በሚያስገርም በሆነ ሁኔታ وكذلك ابن تيميه بالالا منهج النبوه በተሰኘው ኪታባቸው ስለ ሺዓ በጻፉት ትልቅ ኪታብ ላይ ምን ይላሉ? በጣም የሚያስገርም ታሪክ ነው። ከወገንተኝነታቸው የተነሳ ምን ይላሉ? لسيت لج ورس ميقباو لسيت لج بيتشانو وند لج اي ورس مولو لمولو مت ورسو سيت لج نتش بلالو. لا من فاطمة رضي الله عنها وراش نتش نديلو يا نبي صلى الله عليه وسلم وراش فاطمة نتش لمالت من قالو لسيت لج ورس باتك على ميقبا نقر ورس يتبال نقر باتك على ميقباو لسيت لج نوالو. وكذلك لعلي رضي الله عنه علي رضي الله عنه لما قنا كف لما أدرك عندهم دقمو عيشان لما تألسيلو عيشان كما تألي تنسى من قالوا يقمل سقاباتك علي حرام نوهلو لما نسبالو عيشة توقتها بتالج قمل لا هنا عيشة سلتواقج قمل باتك علي يقمل سقا حرام نوهلو. إيه رأسات شون لما كتل نفسات شون كما كتل عنصر الجيك بتقام ما تست يزقفك وبتي هنا نقرنو. إيه هلا بدن تنينت ان يتملكتن بدن تنينت اجيك بتقام اسفر يوهن نقرنو بإسلام لاي تعصب لا الله انا لكتاب بچانو ودا نبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم أمة تبله تترانو ميقبو يا الله سبحانه وتعالى قرآن انتكتا حديث انتكتا يتبله تترانو ميقبو كذبتك آراني بهون عكال لاي انديت مؤمن يتران كذبتك آراني لهون عكال وقن تنينت أقباب أدلم عاس لقم مت انكك يسفل لقال. وكذلك اتباع الحواء سوستن يو نقطة سميتن تكتايم هون سميتن مكتل اجيك بتقام يهونا ميان قبقب يهونا اجيك بتقام عدقانو حتى عالم هونو سميتن يميكتل كهونا اجيك بتقام اسفر يهونا نقرنو. الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم له أتملك كتمنه الله سبحانه وتعالى تتو سميتون قيتها وادرقو يتكتل يوهنا سو الله سبحانه وتعالى كوك أتلي ياتأممو يوهنا الله سبحانه وتعالى كاساوك وبهالا سميتون بمكتل قيتها وان سميتو أدرقو بزالا يتأمم جيك بتقام أسفري يوهنا نقرنا. لذلك نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى به الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه بتقام أسفر نقرنا. لو دفيت كأمتي وست يمت قالو قالو هبرة سبوتش يمت قالو وشا وست يمهد بشت على وشا باند بزا كلب بتبالا بشتا وست يتيازا اندهون يا بشتا بدم سرو باتك عليه دار يا وشا يموتال انجي وهاي تطال بوهات ام يموتال انجي
إيه كلب يميبال بشتا إيه اندزح عينت بشتا قلاتش وس قبتو اسكزه درس كم يادرقاتش ودرس بفزو من نزي سويتش يعني بدعة سميت حتش ونمكتل اسكزه درس يم يادرس حتش وسويتش يمت قلو بني أمة وست إلى اللو لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله عندم يهون مجدات أميام يهون دم سرعي كراتشهم إيه سميت المكتل يمي قواباتشهم لذلك أبزان يون نقوسوش يبلا يمي بالو أكالاتوش ندزهم علموش سميت هاتشهم سيكتلو الجيك بتعم أمانا دقا وست يكتلو مالتنا يفلق نقر بيهون ونبر سوتش لك أي رأي قبام ما ننته لك أي رأي قبام جزي دلوته ما ننته لك أي رأي قبام سنة لي قتلت لي قبال توحيد لا يقيد لي قتلت لي قبال إن زهقن أهل البدع وش كتمش عشلاتشو ناقلن كقرب جزي بفيت إيه إنترنت تكفتو لاتشو مك أمش عادر جوا ديسا بالي يا يراساتشو مك أمش عتسطواتشو الجيك بتأم كفتين يا يهونو بدع عن قتش ولو سيان سرافو ينبرو أكلاتوش نحباشوشن إنك أتشو ألن الله سبحانه وتعالى تلان تناك قتش بلو درساتشون ممار انده جمرو بزاو بيكتلو نورو زبيد علي بالودكو نبار لكن جن جنزبن فلقا سميتاتشون لما كتل بلو يا جنيوتن امنا تكتلو قد القبو مالتنو وكذلك يو السهيدو آل انقده من دميوت اتشو اناكم وكذلك اردتن يو يهون يا اهل البدع مقلج اتشو اتباع المتشابه تمساسي يهونو يعني متشابه يهونو يقران انا قصوشن يكتلالو ميتاتشو لما كتل بودن تنينت لما اسفافات بمالت بيتشا تمساسي يهونو انا قصوشن يكتلالو ابن كثير رحمة الله عليه من يلالو اتباع المتشابه تمساسي ويمدقو متشابه يهونو انا قصوشن يمكتلوت يا راساتشو بسراتشو يالو يهونو اكالاتوشن لما اتمام ديمتشاتشو نالو لمن النرسو يعني انت مساسا يهونا ناكز كالتكتلو ودليلا محكم ودهونو عيا قلص ودهونو عيا واسدو ودزا مفسروت كهونا النرسو نمي كتلات شو إلم سلفوش متشابه يهونو عيا وچن باقن يسعات بكتتا الله سبحانه وتعالى انداززات شو وده محكم ودهونا عيا واسدو ودزا نمي فسروت بزه من ماينت قجت عي كسرة مالتنو اما قن النزه قرآن لي ليتلاقي تقديه ويمدقمو سميتاتشو ودمي متشاتشو أكال لموسد متشابه يهونو أكال آياتوشن مرتو وزالي توزيع يادر قالو الجيقبت أم يسازن يهونا نقطانو وكذلك الغلو دمبر أهلا في النت دمبر بمالف عبو بكر النا عثمان شعوش كافير بلوال وكذلك خوارجوش اندزهو دقمو دمبر بمالف دقمو عثمان قلوان شيعوش دمبر بمالف علي امام ادرقو قا ابو بكر النا عمر اكفروال وكذلك غيرهم ليلو تشاتشوم دمبر مالف الجقبت ام اسك ايامينو نبي صلى الله عليه وسلم اندهو الله سبحانه وتعالى بقرآن لي الجقبت ام اسنقوال الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب يتتأفؤ بيت عندهم يهودنا نسارا يودموا بيت يهونا وانا نقول في هنا نتب سلهونا يهودنا نسارا يتتأرشهم بزه ترينو قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ان انت اهل الكتاب ومصحف تبال بيتو شوي با الله سبحانه وتعالى لي بدين لي دنبراتشو هنا تلفو با الله سبحانه وتعالى لي اونه ننجي اتناغرو بلو إلى تعالى الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم بحديثه تولي هلك المتنطعون ألو دمبر على في وجه دمبر على في يهون سوج تأفو بلو ألو لذلك بتأم دمبر مالف الجيق بتأم يا بدع سوج مقلج أنو لتكيث نقر بلو سوون مقدل إنك ألا نقر يا يوتال مالتنو خوارجوش بقر بقزي ينبرو تكفير وجن ما يتجال قد تهيدو من ام نقر ساي مسلاتشو ዝም በገደሉ ሳይመስላቸው የሰው ልጅ ገለው ይመጣሉ ለምን ሙስሊም አይደለም ይሏል ያከፍሩታል وكذلك يتلايو انجاوچ بزه لاي እንደዙ አይነት አቋም አላቸው وكذلك አሁን ሺዓዎች እንደዙ ናቸው ሺዓዎች ገደልን አልገደልን እንደንታ ያላቸው ደሞ ሲፈስ ምንም አይመስላቸው አይተናል ሶሪያ ላይ ቆመው ሰብስበው ሙስሊሞችን ህፃናቶችን ትልልቅ ወጣቶችን بچوبي گلاچون اندزي يوگوسي تلتلو ايه يا اهل البدع مگلچاچو
التعصب. وكذلك عند زهد أقمو انتقاص أهل السنة. أهل السنة مسجب، أهل السنة سمة وطعت، بأهل السنة لي يتلايو سموش الملطف سميتها تشون اندين متشاتشو لراسها تشون اندين متشاتشو من يلالو سموش يتلايو سموش أهل السنة لي يلطفالو. لك بتلايه هونيت علي شيعوج نقصانية اندميلوت، وكذلك اندقنا دقمو صوفيا وش دقمو تبلغوش انا صوفيا وش وهابية اندميلوت، وكذلك غيرهم ليلو تشمبهتك علي اندزها عين السموشن لأهل السنة سيلطفو يتايالو. الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله بها من سلطان. إمام الألباني رحمة الله عليه أنت وهابية سيله أبيت بله أبيت مله من قال التلوي كرنا ورقت بدك قادر جو يهون نزه نتك أدد ورقت نزه بلا حسايو لا. لذلك وهابية يمان يا أهل السنة ما قالش عارلهم. الله سبحانه وتعالى مسلموش يا الله باروش أهل السنة وش يا الله باروش إن مؤمنوش بلوت أرتوال بزه نتأرى له كزه وجبالو ودى النبي صلى الله عليه وسلم سنة انتساب النادر قال أهل السنة أهل الحديث فرقة الناجية السلفيين اندزه انتساب الدرجة كزه وجه كالله ودى الله القرآن إنا ودى النبي صلى الله عليه وسلم انتسابنا انجي من نادر قو ودى سنة انتسابنا انجي من نادر قو كزه وجه عن هرم الزه قا ودى الله القرآن بلن سنل الله بالقرآن لاي ودى تقران بي مالتنا كزه وجه قن ودى الله سبحانه وتعالى قرآن بيتش كسنة تنتلن ودى قرآن بيتش انتساب مادرق يهم ليلة سهتتنا قرآن إياه وجه يميبالو قالو قرآن بيتش أنا ومن يزو قرآن وستيالو يبقى أنا حديث عياس فلقان يميلو هيجيك بتام أسكفي هنا فتنانو. الله نبي صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم اثنتين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا لأن أنت ما حكله لتنقر نيتوكتين النزهن هو لتنقر وشات بك أتشو هيا زاتشو هندهن بفزو ما تتأمو مالو النزه كتاب الله وسنته يا الله كتابنا يا نبي صلى الله عليه وسلم سنانو عندنا نسو كزه سنة تعالنا حديث بتشاي بك أنا البلو يميل لما تأشلا نبي صلى الله عليه وسلم إهنن بحديث أتشولي أسكم طوال عند تقاب يهود ينفاسو يتقب سو ما تدقف أو لا تدقفو يكم طال يهون كحديث سنقرو لا 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 يا الله قرآن الله بس وستي الله يبقى عن الليلة أسفل قنم بلو يلال ندز هاينة تتنقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تنقى أسفل قال. نعم التفرق ملايت مبتاتا كل جزيء ميت أرو تري أكلين دزه هدرجو أكلين دزه هدرجو إيه مبتها تن يم يا ملكة يهونة تري ما لتنا إيه ينسو سرعتشو ينسو سرعتشو إن دزه عينة نجروش مبتها تن أسفل لقم أهل السنة ليت أنا كقو يسفل لقال ما لتنا ابتداعهم في أصول جديد يعني لرأساتشو إن دم تشاتشو عدد دس مسرتاوي يا أمنة مسرتوتشن مفتر أركان الإيمان أركان الإسلام أي بكاتهم عدس يهونو يا أمنة ما منش أي هونو منش وشين مفتر لما سالي حلم ما يد حلم وأنا منش أشوا يمي هذا رجاله لكن ده صوفي يوج عندك أنا دقمو وكذلك إسراء رواية الإسرائيلية يا إسرائيلية رواية وشين ضعيف يهونو حديث وشين مفتر ندز يهود الناي نصارى وشين قول ما همتعت ولا إسلام عند الزهائنة يهونا بقلج أباتك علي يهلو البدعة مقلج يهونا أقواماتشون ليلو إهمالوا أصول الشريعة يشريعة يهونوا مسالتاوي يهونوا نقروتشن ودهالا ما قويتنا ما قرت هي من لما درقنوا للنسو مفلقوت بزه لا يتنترسوا يا شريعا يهونوا هققاتوشن باتك علي لما فرس النسون إنها شوالن إيه تاوس إمي قبوناه شوال الإعراض عن السلف يعني أنفح من السلف كسلفوش الرداد في تاتشو المازور إيه وانا مقلج أتشونه أبدا يسلفو السمسة تانس أباتشو ينقس أقشاتشوال أهل السنة والجماعة قرآن إن حديث كف يمي أدرقو يسلفو تشن من قد بكران جات إرساتشو يميزو بتشن يهونو عن جواتشن أتشو كزهلاي ليلوتشو أهل البدعوش أي كبلهم ترك الاحتجاج بالأحاديث الأحد أحد بهونو أحاديثو تشن
النزهن حادثك لا أنك أبلم النزهن النيزم يميلو يهونا احتداجته عندنا ليلو تعظيم العقل عقلا بتقام كافي يدر قالو قرآن ستامت الله لا عقلات نايك أبلم ميلالو عقلو كالتك أبلا عمرو كالتك أبلا يسوء السابو كالتك أبلا أبدا شيء عيلهم مالتنا التأثر بمنهج الغربيين بمئرابويا منهج بمئرابويا عقيدة مدنك إن سوقه لسيت اللي سفي ما بتسهتو لإنسان دزي سهتو إياله مجمع بتأمي الدنيا قال بتأمي مكاشل الله سبحانه وتعالى نسوا الله على الجزام سلالونه ينسى أقل جاي هذا الرجاجو هنا ما هو قلب نسوا لإنسان سهتو لسه اللي سوي يترابه إنسان ما ورث من دنو مبالو هي عقلك قبله وال ندزح عينت عقيدا أمي واقولنا بالنسوا عقيدة مدممو يهونو ناتشو تحريف ألفاظ السنة يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة وش يا قرآن آية وشن تحريف مدرك مارم مانقادد ندزح ينسوا يهونو عقيدة شو مقلج أو شناتشو طيب هنا نكالن بأجروا يا الله فكارك هنا عند أهل البدعة لكراكر يتنساسو لينورو يمي قبا لتنككاتشو يمي قبا يهونو نقطة وشن أملاكتن إن الفعلن عندنا متانة العلم وقوة الفهم وبلاغة الحجة حجة لي من رجع بماقرب لي بتقام بسلة لينورو يقبال أوقاتو بتقام يدندن ليهون يقبال عندهم دقمو بمردات ينسون تنقل بمردات لي بتقام يبسل ليهون يقبال لبيب مهون اللبت بهلتين يو أن يغلب على ظنه قبول الطرف الآخر نزه يبدع عن جوتشن لما ملس النسون ودى إسلام لما ملس الشي يميلونا يقبل اللو يميل الصابوت أي قبلوا مكملوا الصابوت والصلاي بلاج هنو مجنيت مشال اللبت ليلو هدم الباطل بالحق باطل قارهده كبدع سويتش قار ست الكراكر هيده أما تكراكر بيت يهون ونقر زم بله الصوبات الشيامتا أنتم ببات إلها للم الصوبات الشيامتا أنتم حقنا الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا باطل يمي ودك ومشينو حق بمي وتأبت بهنا زمنه نزح عين النقر وشين مسفرت ليكتل يقبوا مناهج الرد على أهل الأهواء أهل الأهواء يمن من لسبت يهون نقر عندنا معرفة حالهم وحال مذهبهم ينرسون من النتنا عندهم دقمة يميكتلوتن يهونا مذهب من اندهونا بدن بماتنات يسفل لقال ماوك يسفل لقال كالنسو قار مناظرة مادرق كمادرق بفيت إهننا من ناوكو عندنا نقلات شو كيتن دم يادرقوت هلتنا فهم التقليل النسون نقل يميادرقوبت نقل يتدرقو النقر انديت اندم يردوت وكذلك اندزهو دقمو سندات شو كيت اندم يامتوت النزهن ماوك يقبال مالتنو وكذلك تحديد موضوع الخلاف كالنسو قار كمكلاك البفيت سلامن اندم التاورا ماوك يقباهل يعني عند موضوع عند رئيس ماوتات بعض كفيل يبدع انجاوش كليلا انجاوش لاي يمي ملسوتين يهونو ملاش من اندهونو ماوك يقبال لانده دمو معرفة اصطلاحة المخالفين يتقارن يهونا كأهل البدع قار بمتادرق ومناظرة لي يعندن يو اصطلاح من اندهونه يليلان يو اصطلاح من اندهونه كأندو قاندو مليت يسفل قال وكذلك معرفة الاستدلال النرسو دليل ادرقو يميامتوت يهون النقر بمن عينة هنيتا استدلال اندم يادرقوت استدلال يميادرقوبت منقد بدن باطنتو ماوك يسفل قال لنزه النقروش تنكاكي مادرق يسفل قال يا الله فقاد كبهونه مكتايو يتمهرت كفلاتشن أصول الفرق أهل البدعة يبدع عن جاوج وأن مسرتاوي يهونو يتمسرت بيت يهونو عن جاوج لما يتنمكر لن الله سبحانه وتعالى تناقر كوت المسارة نمدقمو أن أنت مدقمو بس ما تشوف متتكمو الله يدرقن نتوقف على هذا إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تديع وداعيه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.